يسعدني أن أرحب بمعالي الوزيرين العزيزين، معالي وزير الري ومعالي وزير الزراعة في هذا اللقاء، شرفنا بهم في وزارة الأوقاف، ونتمنى لهما كل التوفيق في المهام الكبيرة التي يقومان بها. هذا الحقيقة الاجتماع هو اجتماع تنسيقي، اجتماع تنسيقي للنظر في وضع آلية موحدة للقيم الإيجابية، سواء في أرض الأوقاف أم في أرض الإصلاح الزراعي أم في أرض الري، وبخاصة في الأحواض والأماكن والمحافظات المشتركة، لتكون بالقيمة التجارية الفعلية السوقية العادلة، إضافة إلى بعض تنسيق بعض النقاط الهامة الحقيقة في التعاون مع وزارة الري. والحقيقة كان معالي وزير طرح الآن فكرة جديرة بالاعتبار، تشجيع المستأجرين على الري الحديث بحوافز جيدة، واحنا خدنا قرار الآن ان احنا الأرض اللي بتدار، اي أرض بتدار بمعرفة هيئة الأوقاف، سيتم تحويلها ان شاء الله الى الري الحديث. ايضا معالي وزير الزراعة معاليه يتكلم في نقطة مهمة جدا جدا في الأرض الإيجارية المستقرة، الناس اللي هتاخد بالقيمة العادلة، عشان نشجعوا على أمرين، نشجعوا على الري الحديث، ونشجعوا على الاهتمام بالأرض وبذل أقصى جهد وتوفير مسألة عالية من الاستقرار. عندما نصل إن شاء الله لجان إلى القيمة السوقية العادلة، يمكن أن نعطي للفلاح للمستأجر عقد بثلاث سنوات. يمكن صحيح أن يكون فيه زيادة سنوية متفق عليها، لكن عشان يستقر ويعطي الأرض أكبر قدر من الاهتمام، ما دام الرجل قد سدد كل اللي عليه من الالتزامات، ومعالي وزير أعطى بشرة، ده هيرتبط بكارة الفلاح، هيحصل على الأسمدة، على التقاوي، على كل ما تقدمه وزارة الزراعة من خدمة الفلاح، إضافة إلى معالي الوزير هيتكلم إنه ممكن يحصل على قرض زراعي تنموي بفائدة مخفضة 5% في خلال السنة الزراعية. إضافة لا يفوتني أيضا أن أشكر معالي الوزير على ما قام به معنا هذا العام من جهد كبير في مشروع صكوك الأضاحي. مجرد الاتصال كان البنك الزراعي حقيقة في تعاون حقيقة، وكان يعمل معنا كشريك فاعل، وإن شاء الله في العام المقبل يكون يعني تعاون أكثر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شرفنا اليوم بمعالي وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وإحنا يعني الهدف من الاجتماع ده زي ما معالي الوزير قال هو اجتماع تنسيقي، لأن احنا كدولة وحكومة بنشتغل في إطار مؤسسي، لابد أن يكون هناك تنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات ذات العمل المشترك. فالهدف من هذا اللقاء هو تنسيق ووضع آليات لتحديد القيمة الإيجارية العادلة في الأحواض المشتركة وفي المحافظات المختلفة، وبتشترك فيها كل الجهات ذات الصلة. اللي أشار إليه معالي الوزير إن إحنا برضو بنستهدف قدر من الاستقرار للمستأجر للأراضي الزراعية، سواء كان من الإصلاح الزراعي أو من وزارة الأوقاف أو من الموارد المالية. هذا الاستقرار طالما بالقيمة العادلة برضو بيتطلب منه إن يبقى قدر من العناية بالأرض، قدر من صيانتها، قدر من التطوير، الإضافة إلى ذلك إنه بيقدر يستفيد من الخدمات المرتبطة اللي بتقدمها وزارة الزراعة، سواء في مسألة التحول الرقمي كارت الفلاح، يقدر يستفيد من كل الخدمات اللي على هذا الكارت في مسألة صرف السماد وخلافه. والحاجة الإضافية كمان إن كارت الفلاح أصبح أضيف إليه خدمة المدفوعات، يعني كارت ميزة بقى أصبح مدمج في كارت الفلاح، فيمكن أي مستأجر يستفيد بكل الخدمات المالية من هذا الكارت، ليس فقط في الخدمات المرتبطة بالأرض، ولكن في كل خدمات المدفوعات المرتبطة بمنظومة المدفوعات الحكومية من خلال كارت ميزة. وده هيديله قدر من الاستقرار طالما أن هناك تعاقد بينه وبين المؤسسة، سواء وزارة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي أو الري، فبيقدر نقدر نتعامل معاه في هذا الكارت. الحاجة الثانية أن طالما أن له قدر من الاستقرار وتعاقد ومنتظم وبيؤدي الالتزامات اللي عليه، يقدر يتعامل مع الجهاز المصرفي وبصفة خاصة البنك الزراعي المصري في أنه يقدر يحصل عرضه على تمويل وقروض لتمويل المحاصيل الاستراتيجية أو المحاصيل اللي بيزرعها أو أي نوع من المحاصيل بأسعار مدعومة بتدعمها الدولة بسعر فايدة 5%. فدي مزايا كتير. أيضا زي ما أشار معالي وزير الري وإحنا قاعدين في الاجتماع، برضو مسألة أن إحنا يهمنا أيضا أن إحنا كل الأراضي المملوكة للمؤسسات سواء وزارة الأوقاف أو الإصلاح أو الري، إن إحنا نستهدف تطوير نظم الري الحديثة. فإحنا برضو هنساعد الشخص اللي هو هيطور
نظم الري واستخدم الاساليب الحديثه ان احنا نحاول نبحث له عن مزايا وحوافز بحيث المنظومه تبقى متكامله، بحيث ان يبقى فيه تنسيق كامل، بحيث يبقى فيه استقرار ايضا للفلاح والمزارع في مساله تاجير الارض لمده مناسبه يقدر يطورها ويقدر يستخدمها ويقدر يؤدي جهد. واحنا ان شاء الله بنقدم كل الدعم كوزاره الزراعه سواء في مساله الرعايه رعايه المبيدات وتقديم النصايح والإرشاد الزراعي وخلافه، هنتعامل مع وزارة الأوقاف وهنحصل على كشوف كاملة بالمؤجرين أو المستأجرين لهذه الأراضي، نقدر برضو نحطهم في ترتيبنا ونحط القوافل الإرشادية اللي بتروح والمدارس الحقية اللي بتروح للناس بحيث أن احنا نقدم لهم كل الدعم من وزارة الزراعة. شكرا. شرفنا بلقاء معالي وزير الأوقاف ووزير الزراعة. في الحقيقة احنا بنتكلم على موضوعات مهمة على رأسها ترشيد المية مع الوزارتين. طبعا وزارة الأوقاف في تغيير الحنفيات والقطع الموفرة في الجوامع والجوامع الجديدة والجهد اللي بيبذل في تطوير المساجد الجديدة بوضع القطع الموفرة مع وزارة الزراعة. طبعا في برنامج يومي تقريبا احنا في لقاءات يومية بخصوص ترشيد الري والري الحديث وتطوير نظم الري وزيادة الانتاجية. في الحقيقة طبعا احنا بنتكلم النهاردة على توحيد الاسعار فيما يخص المنافع المشتركة بين الثلاث وزارات. لا يصح ان هو يكون في نفس الحوض او نفس المحافظة يبقى في ثلاث اسعار مختلفة. توحيد السعر دوت بيدي مصداقية للدولة امام المنتفعين فيما يخص الاسعار وبيمنع تضارب ارقام الاسعار، فده جزء مهم في التعاون بين الثلاث وزارات. وان شاء الله اتفقنا على اليات للتنفيذ من خلال لجنة دايما مشتركه بتحدد السعر في كل محافظه، وبالتالي الثلاث وزارات باذن الله هتلتزم بيه باذن الله. شكرا جزيلا.